thank you بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيدات الساده الوزراء في بداية أشغال هذا المجلس أود أن أذكر بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية يوم أمس صرف الدفعة الثانية 2500 درهم من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز في حين سيتم وضع الدفعة الأولى 20 ألف درهم من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل رهنا إشارة المتضررين لمواكبة تقدم أشغال البناء وبهذه المناسبة أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية. سيدات السادة الوزراء وبنفس الجدية والحس الوطني العالي تعاملت الحكومة مع الوش الملكي للحماية الاجتماعية إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 من تعميم التغطية الصحية وعلى نفس المنهاج وتنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه سنتوج هذه السنه باذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيمكن من وضع شبكه للامان الاجتماعي بوكلي سوسيال لفائده الفئات المستهدفه على اعتبار ان الحد الادنى للدعم لكل اسره كيفما كانت تركيبتها سيبلغ 500 درهم شهريا. وهو الوش الذي تريده بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدوس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين سيدة السادة الوزراء هذا البرنامج الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد ستكون له اثار ايجابيه عديده منها تحسين مؤشرات التنميه الاجتماعيه والبشريه وتقليص نسب الفقر والهشاشه والمساهمه في تكريس التضامن بين الاجيال وتخفيف العبء المالي والنفسي على الاسر التي تعيل مسنين ومن اجل انجاح تنزيل هذا الورش الهام في ارض الواقع نتداوس اليوم في اطار اتخاذ الاجراءات القانونيه والتنظيميه مشروعي قانون مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وباحداث الوكاله الوطنيه للدعم الاجتماعي وبهذه المناسبه اطلب منكم جميعا وعبركم مختلف المصالح التابعه لكم العمل بفعاليه لإنجاح هذا الوش الوطني غير المسبوق وتنزيله وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية تنفيذا للتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيدة السادة الوزراء دعم آخر تنكب الحكومة على تنزيله ويتعلق الامر بدعم السكن الذي يعد خطوه هامه لتعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه تفعيلا للاراده الملكيه الساميه من اجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب وذلك اعتبارا للاهميه البالغه التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامه المواطنين وحرصا من الحكومه على الاستجابه لاحتياجاتهم وطلباتهم وقد حرصت الدوله على تجديد المقاربه المتعلقه بالمساعده على تملك السكن من خلال تقديم مساعده ماليه مباشره لاول مره للمشتري حيث نتدارس في هذا المجلس مرسوما يحدد اشكال اعانه الدوله لدعم السكن وكيفيه منحها لفائده مقتني مساكن مخصصه للسكن الرئيسي وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و 2028 إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقات المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني كما نهدف من خلال هذا البرنامج الطموح الى تعزيز الديناميه اقتصادية واعطاء دفعه قويه لقطاع الاسكان وتحفيز القطاع الخاص وخاصه المقاولات الصغرى والمتوسطه وخلق فرص الشغل وهنا اؤكد ان الحكومه ستحرص على تنزيل هذا الورش الملكي الكبير بكل شفافيه ومرونه من خلال احداث منصه رقميه لتدبير هذا البرنامج الجديد في الختام أدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها والسلام عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي